عملت أسواق مالية عالمية في مجموعة EQT. أهلا بك سيدة لينا. أهلا بك. بداية نتحدث عن المحرك الأساسي للأسواق العالمية بالنسبة لقرار المركزي الأمريكي، هل سيتجه برأيك هل سيكون هناك خيار وحيد فقط للمركز الأمريكي وهو إيقاف برنامج شراء الأصول؟ نعم عبد العزيز، الأنظار كلها متجهة إلى اجتماع الفدرالي الأمريكي اليوم في الساعة 6:00 بتوقيت غرينتش، وسيليه مؤتمر صحفي 6:30. تترقب الأسواق أو تتوقع الأسواق بالفعل بداية الخفض برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا، يعني بواقع تتوقع الأسواق 15 مليار دولار شهريا إذا احتسبنا هذا التخفيض ببرنامج شراء السندات. نحن نتحدث عن 8 أشهر، هل يعني حتى نهاية يونيو، هل بعد يونيو هل سيكون هناك حديث من قبل الفدرالي الأمريكي أو جيروم باول حول رفع أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل عام 2022، وأيضا سيكون الحديث الذي نترقبه حول التضخم، فبالتالي متوقع أن يكون هناك خفض لبرنامج شراء السندات ب 15 مليار دولار شهريا. لا أتوقع وأستبعد أي مفاجآت أن تكون من الفدرال الأمريكي حول عدم خفض أو عدم خفض برنامج شراء السندات، هذا مستبعد، وبالتالي لو حدثت هذه المفاجأة سيكون له تأثير سلبي على الدولار، أما كما تتوقع الأسواق سيكون هناك تأثير إيجابي لو فتدفع مؤشر الدولار الأمريكي نحو الصعود ومزيد من الهبوط والتراجعات لأسعار الذهب. نعم. أنتقل للشأن النفطي سيدة لينا، فيما يتعلق بترقب اجتماع أوبيك بلس كذلك ودعوات أمريكية لزيادة الإنتاج، هل سيكون توجه أوبيك بلس لزيادة الإنتاج فعلا؟ نعم، بالنسبة لأوبك بلس لا توجد كانت نية لأي تقليص بقيود الإنتاج، فقط هو رفع الإنتاج الذي متوقع هو 400,000 برميل يوميا، لكن هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية من البيت الأبيض حول كبار منتجي نفط أوبك بأن يكون رفع أكبر للإنتاج أكثر من 400,000 برميل يوميا، لأن عم نشوف أنه أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة الطاقة وأيضا تعثر سلاسل التوريد، وكان هناك مناقشات في مجموعة 20 حول حل مسألة تعثر سلاسل التوريد. فهل في اجتماع أوبك غدا هل سيكون هناك بالفعل رفع إنتاج لكبح ارتفاعات أسعار النفط التي ارتفعت تقريبا ب 60%، رغم أنه عم نشوف تراجعات على أسعار النفط بعد الضغط على أسعار النفط خلال اليوم وخلال جلسة أمس بسبب أيضا ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي، فهذا يعطي بعض الضغط. لو أي رفع للإنتاج من قبل أوبك بلس فنتوقع مزيد من الضغط على أسعار النفط، أما إذا كان ضمن التوقعات وهو رفع الإنتاج أو تقليص قيود الإنتاج المتفق عليها ب 400,000 برميل يوميا لا يكون له هذا التأثير، لأن الأسواق احتسبت ذلك، وإذا لم يكن هناك بالفعل تعديل السياسة النقدية فسوف نرى أسعار النفط تشهد ارتفاعات. نعم. لأن هناك تحول. نعم. من الطلب على الغاز نحو النفط والفحم إلى الغاز الطلب على النفط. نعم، السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية في كيوتي كنت معنا، شكرا لك.